characterized by high blood sugar level, ارتفاع مستوى الجلوكوز بالدم، السكر بالدم. ما نكتفي هكذا. عشان نقول؟ نقول over a prolonged period of time. ليش؟ لأنه حتى من ناحية فسيجية أحيانا واحد شوية يلح بالكربوهيدرات بالسكريات، أيضا يصعد عنده الجلوكوز. كل ما يصعد عنده الجلوكوز نعتبره هذا مرض السكري؟ لا، صعود الجلوكوز ولكن بصفة معينة characterized by high blood sugar level لفترة زمنية طويلة. ولهذا لما واحد شخص يكون بيني وعد طبيب جلوكوز يقول يا بدي تعال فور اسبوع لخ هم قيس او فور يومين لخ هم قيس مرت اللخ وتعال حتى يتاكدوا منه انه هذا لفتره طويله. ايش العلامات اللي يتميز بها مرض حاله السكري؟ العلامات المهمه هو انه انخفاض بالوزن، ويت لوز، بوليوريا. بوليوريا هي استمراريه اليورينيشن، كثره التبول، انكريس يورينيشن، بوليديبسيا العطش، بوليفاجيا الانكريز الهنجر الجوع او قسم يسموه سويلنج يتغير. هذه العلامات تظهر بفتره قصيره بالنوع الاول ولكن بفتره اطول بالنوع الثاني. ولهذا اذا عندكم اوراق تلك صورتها فخلوا خط جواتها، يعني السيمبتوم مي ديفلوب بسرعه سريعه في التايب 1 خلال اسابيع او خلال اشهر، بينما التايب 2 لا. التايب 2 هو عنده بس العلامات ما تظهر. ولهذا دائما ينصح انه الناس دائما تعمل فحص للجلوكوز، تفحص ببقيه البارامترات حتى يشكون بها، لان اكو فت حاله انا ما كثير يمكن احتجينا والله لي بري دايبتيك، انه كثير اكو ناس عندهم تهيئ متهيئين للسكري بحيث انه اي ستريس يجي عليهم راسين يصيبين السكري. هذا لما نسمع احنا بالبلاد يقول فلان يصابين السكري، بيحك اشياء ما كامله، بالطبع هذا كان مهيئ ان يصير بينه سكري. هذه اذا التايب 1 العلامات خلال اسابيع خلال اشهر سريعه تكون، بينما خلال التايب 2 لا والله تطول لفتره اطول. بعض علامات اخرى من غير هاي اللي حكينا عليها انه يصير تغيير بالفيجن، التعب، الهيديك، الصداع، الجلد يصير بينه اتشنج يعني حك كبير، وخلل بالفيجن. اذا شويه ما دار نفس الشخص راح يتحول الى شويه ما بس علامات يصير بينه كومبليكيشن. اذا الكومبليكيشن هي ما دائما تتواجد بمرض السكري، السيمبتوم تتواجد بمرض السكري بس الكومبليكيشن تجي من عدم اللامبالاه بالشخص المصاب بالسكري بأخذ الأدوية، ببعض الاحتياطات اللازمة مثلاً خفض الوزن، الاكسرسايز احنا أخذها بعد شوية، هاي كل عوامل تؤدي إلى تقليل من حصول الكومبليكيشن. الكومبليكيشن المهمة اللي تجي بمرض السكري هي الكيتوسيس، الكيتو أسيدوسيس، وبالطبع الزيادة بالجلوكوز زيادة كثيرة حيث تأثر على الأوزمولاريتي وتؤدي إلى الموت. ونحن نعرف كثير أكو سكتة دماغية ممكن أن تجي، كدني، ولهذا يقول لك صار بيعمل فشل بالكلية، ألسر، وتعرض إلى جنجرين، هذه كلها تجي وين؟ تجي بالكومبليكيشن. بس الحالات اللي يسيطر عليها بمرض السكري خاصة إذا بداية الحالة ما راح تتحول إلى 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 كومبليكيشن. شلون يشخصون السكري؟ نحن كلنا نعرف هذا السكري منتشر بالعالم كله، فأكيد يعني كلنا سامعين بها. من نروح بحد على الطبيب أول ما يعمل يقول له فحص الجلوكوز مالتك. فحص الجلوكوز حقيقة يتم بطريقتين، إما فاصلينج لازم جلوكوز أو راندم عشوائي، يعني بس العشوائي أيضا بمميزات، يعني عشوائي بس يسرق بعد ساعتين، يفضل انه بعد ساعتين. ليش؟ لان العشوائي يختلف من واحد الى واحد، يعني واحد مثلا الاكل مالته ياكل كربوهيدرات كثيره، هذا اللي من يقيس يختلف عن شخص ما كان ياخذ كربوهيدرات. اذا الطرق التشخيص اولا فاستنج بلازما جلوكوز ليفل، هذه اذا كانت 7 ملي مول، انتبه اكو ملي مول واكو ملي غرام. لاحظ الارقام، اذا يجي يسالك سؤال
الأرقام القليلة هي ملي مول لكل لتر من الدم، بينما الملي جرام لكل 100 ملي، دي ال يعني لكل 100 ملي، ملي جرام لكل 100 ملي، ما غرام، ملي جرام لكل 100 ملي، هذاك لكل لتر، ملي مول لكل لتر اللي هي 7 مول. اثنين من طرق التشخيص هي البلازما الجلوكوز عن طريق الجلوكوز تولرنس، احنا اخذها بالتفصيل بعد شويه نهايه المحاضره، اكو شيء يسمونه جلوكوز تولرنس تيست، احنا اخذها بعد شويه فما حطرق له، هذه ايضا بها فد رقم مثلا ياخذ جلوكوز بعد ساعتين يجي يقيس، اذا كان اكثر من 11.1 ملي مول يقول يابا انت بيك سكري. اذا اكو الطريقه الاولى اللي هي فاستنج بلازما جلوكوز، اللي راندوم اكو هذاك اللي جلوكوز تولرنس، اثنين ثلاثه من العلامات مالته مع زياده الجلوكوز ايضا تعتبر احد التشخيصات، يعني ما بس يقيس الجلوكوز، يقيس الجلوكوز ويجي يقول يابا انت الهيستوري مال اهلك هاكي، اشياء علامات اللخاخ، يورينيشن، الوزن قد ينخفض، هذه كل السيمتوم تنجمع مع من؟ تنجمع مع المستوى، قياس مستوى الجلوكوز بالجسم. الرابعة واللي هي أفضل طريقة واللي أصح طريقة هي يسموها glycated hemoglobin. glycated hemoglobin، شنو glycated hemoglobin؟ اللي هي الرمز مالت HbA1c، اللي إذا زادت هاي النسبة عن 6.5% يعتبر هذا فينو سكري. بالمناسبة الأشخاص الكبار بالعمر دائما مستوى الجلوكوز مالتهم أعلى، ولهذا اكو بعض البارامترات حتى تتبع عليها، اكو بعض البارامترات اللي هي مثلا بالملي مول 5.5، 5 5.5 فوق 5.5. تمام دكتور. بس عندك انت لو عد كل عد الكل دكتور. زين التشخيص اعيد مرتك، التشخيص اكو عندنا اربع طرق للتشخيص، اللي هي يقيس الجلوكوز فاستنج، يعني يقول له انت بعد 12 ساعه من فاستنج يجي يقيس الجلوكوز، اذا الجلوكوز مالته اكثر من 7 يقول يابا انت بيك سكري، بس دائما مثل ما حكي لك قبل شوي يجوز ما لحقتم عليها، ما يجي ياخذ من قراءه وحده ويقول يابا انت بيك سكري، لا يعني لما يجي على الطبيب يقول غدا قيسه، بعد يومين قيسه، بعد اسبوع قيسه. ليش؟ لانه تعريف السكري هو انه الجلوكوز لفتره طويله، احيانا الشخص بمناسبه معينه ياكل حلويات كثيره، هذا بالطبع من يروح يقيس الجلوكوز بالطبع مرتفع الجلوكوز، اذا بعد فتره هذه تعتبر فسيولوجيه مو باثولوجيكال، هاي فسيولوجيكال، هذه يزداد يقوم الجسم يفرز انسولين يخفض ايش؟ يخفض الجلوكوز. اذا اول واحد عندك فاستنج بلازما جلوكوز، اكو عندنا ايضا جلوكوز تولرنس احنا نشرحها بعد شويه، هاي جلوكوز تولرنس يعطي جلوكوز ويش اكو كيرف يطلع منه نشرحها بعد شويه. اثنين ثلاثه من العلامات من السيمتوم اوف هاي بلود شوجر، وكذلك مستوى الجلوكوز يعطيك يقدر انه هذا يعني شخص جاء بكل العلامات مال السكري، ويقيس الجلوكوز مالته ويطلع الجلوكوز مالته مرتفع، بالطبع يعني هذه احتماليه الجلوكوز السكري بينه عالي. هاي ثلاث نقاط. النقطة الرابعة اللي هي جلايسيتد هيموغلوبين، الهيموغلوبين عبارة عن بروتين يتواجد بالكرية الحمراء، هذا من يزداد الجلوكوز بالدم يصير كوربوريشن، يصير تجمع هذا الجلوكوز على الهيموغلوبين، هذه الحاله يسموها جلايسيتد هيموغلوبين، يعني هيموغلوبين مسكر، هيموغلوبين بين سكر، فيقيسون هذا. هذا حقيقه يعتبر من افضل الطرق، يعني افضل من طريقه الفاستنج بلازما جلوكوز، لانه هذا معيار انه هذا الجلوكوز كان صار له 3 اشهر. ليش؟ لان الكريه الحمراء وتكسر الهيموغلوبين ياخذ له 3 اشهر، فان هذا الجلوكوز يعطيك رقم افضل من الرقم الاول. اذا التشخيص فاستنج بلازما جلوكوز، جلوكوز تولرنس من العلامات مع وجود الزياده بالليفل مال الجلوكوز، وثم جلايسيتد هيموغلوبين، هيموغلوبين اللي يتواجد بالجلوكوز مرتب علينا. نجي الى هانا، ما هي الانواع لمرض السكري؟ كلمة الدايبيتس كم نوع اكو بيها؟ حقيقة الدايبيتس بشكل اساسي تعود الى خللين، الى سببين بشكل اساسي. قبل ما نجي نقسم انواع الدايبيتس، بشكل اساسي الدايبيتس تعود الى سببين، اما سبب خلل بالبنكرياس وما تفرز هرمون الانسولين بكميه كبيره،
مثل ما موجود بالتايب 1، واما خلل بالخليه نفسها والمستقبل على الخليه، بحيث انه انسولين اكو لكن الخليه ما تستجيب، هذه يسموها انسولين ريزيستنت. اذا بشكل عام السكري اما خلل بالبنكرياس او خلل بعدم استجابه الخليه، الخليه مال الجسم not responding. response ايش معنى تستجيب؟ not responding properly، لا تستجيب بشكل صحيح، تستجيب هي بس اكو خلل بيها ما تستجيب بشكل صحيح، يؤدي الى ظهور حاله السكري، وهذا اللي هو تايب 2 النوع الثاني. اذا نجي بتقسيم مال السكري، كم نوع اكو عندنا بالسكري؟ النوع الاول تايب 1 يجب علينا، هذا ايش يسمونه؟ خلي خط جوا انسولين ديبندنت دايابيتس ميلايتس. خاف يجي واحد يسالك سؤال يقول لك اشنو جبن الدايابيتس او اشنو انسولين ديبندنت دايابيتس، هو نفسه تايب 1 بثلاث اسماء، انسولين ديبندنت دايابيتس، جبن دايابيتس. حقيقه هذا النسبه مالته قليله، يعني 10 الى 20 او اقل من 20 بشكل عام، يعني احصائيه عملوها 80 تقريبا هو تايب 2، اكثر من 80 تايب 2، وتايب 1 تكون نسبه قليله جدا. زين التايب 1 منين يجي؟ قبل شوي حكينا التايب 1 خلل منين؟ خلل بالبنكرياس، البنكرياس مكسره، خليه الالفا البيتا سيل مال البنكرياس مكسره. ليش؟ لان الجسم المناعي الاميون سيستم اتاكس، يهاجم، هناك خلل مهاجمه بالجهاز المناعي يؤدي الى تكسر البنكرياس، البنكرياس هي اللي تفرز انسولين. زين اذا تكسر الانسولين، اذا تكسر بمعنى ماكو هرمون، اذا ماكو هرمون يعني الجلوكوز ما حد ينزله، اذا الجلوكوز يصعد فسبينه ايش؟ يسبينه دايابيتس. النوع الثاني يسمونه تايب 2، التايب 2 ايضا بينه تسميات، هذا بالمناسبه التايب 1 يظهر اكثر شيء بالصغار. التايب 2 هذا يسمونه نون انسولين ديبندنت دايابيتس، هذاك كان يسمونه انسولين ديبندنت، يعني السكري الذي يعتمد على الانسولين، هذا لا، هذا يسمونه نون انسولين ديبندنت دايابيتس، ولا لا علاقه بالانسولين، الانسولين اكو، وحتى بعض الحالات الانسولين اكثر من مستوانا من المستوى الطبيعي، هاي يسموها حاله يسموها هايبر انسولينيميا، هايبر انسولينيميا يعني انسولين عالي بس ما يشتغل، الخليه ما قد تستجيب، الريسبتر ما يوصل المعلومه مال هرمون الانسولين، هذا يطلق عليه التسميه نون انسولين ديبندنت او يسمونه ادلت انس دايابيتس، لانه اكثر شيء يصيب بالكبار. هذا النوع المسببات، اكثر مسببات مالته هي انه زياده بوزن الجسم وقله الاكسرسايز. شوف أدواري فقرتين، زيادة في وزن الجسم وقلة الإكسرسايز سبب مصيبة بالأوبيسيتي، بالسمنة. السمنة يكون مو بس معرض الأوبيس، شخص الأوبيس ما يكون بس معرض للسكري، يكون معرض للسكري، يكون معرض للهايبرتنشن، يكون معرض للديسيز مال سيركيوليتري سيستم، الجهاز الوعائي. إذا من افضل النقاط اللي ينصح بها ابو ضغط الدم ابو الاوبيس ابو هذا نقطتين اللي هي خفض وزن الجسم وكذلك الاكسرسايز، صحه للجسم. اذا هذا النوع الثاني، هذا النوع الاول تايب 1، هذا النوع الثاني تايب 2. النوع الثالث اللي نحن ما نعرفه يعني ما نقول عليه، هذا النوع اللي حكينا عليه، هذا كثير اكو ناس عندهم سكري بس الجلوكوز ما تم يقيسونه، يطلع على الحيفي، على الحد مالتهم. هذول الناس مهيئين الى ان يصابون بسكري في اي خلل، اي ستريس، اي مشكله، اي هذا ليش هذا راسا صار عنده سكري. ولهذا دائما نحن الناس تنصح من الناحيه الطبيه خاصه بالكبار بالعمر انه دائما يعملون فحص، اي شيء يحس فيه فت سيمتم يورينيشن غيره التعب هذا، فيقول لك فحص الجلوكوز مالتك، اذا فحص الجلوكوز وش على الجلوكوز يحسب على الحيفي، هذاك الوقت يتخذ اجراء يعني يقوم يوقي نفسه، يقول والله انا قد اكل كثير دهن، انا اوقف الدهن، انا قد اكل كثير كربوهيدرات، انا اوقف الكربوهيدرات، يقوم ينتبه. هاي الحاله يسموها بري دايابيتيك، طريق ما قبل الدايابيتيك، لانه يعني ما بعد الدايابيتيك اما وين او تو. رقم اربعه اكو حاله يسموها جيستيشنال دايابيتس،
هاي وين تصل هاي الجستيشنال دايابيتس؟ هذه اكو زياده في مستوى الجلوكوز بالنساء الحوامل. هذه مال بريجننت وومن هي اللي تعرض هذا السكري. حقيقه مثل ما احنا ناخذها بالتريتمنت هذه بس بنصير الولاده ترجع الى حاله طبيعيه. بس هاي ايضا تنتبه لان ما كل الحوامل يصير عندهم جستيشن دايابيتس، بس منهم متهيئين مثل ما قلنا شويه ياخذون من رقم ثلاثه بس هم ما سكري، هذا يعتبر جستيشنال دايابيتس. اكو حاله تطلق عليها ايضا دايابيتس، هاي اختمها اكيد بالفسجه، هذه ما لها علاقه بالدايابيتس ميلايتس. هذول الاربعه الانواع الاربعه الثلاثه اللي حكينا عليهم هذول لهم علاقه بالحاله المرضيه اللي هي الدايابيتس ميلايتس. هاي الحاله اللي هي دايابيتس انسيبيتس يسموها، هذه حاله تظهر ويصل تظهر انه الكليه تقوم تزيل كميات كبيره من الماء. هذه تختلف عن دايابيتس، بس ايضا يسموها دايابيتس بس مو دايابيتس ميلايتس. اكو فرق بين دايابيتس انسيبيتس واكو فرق بين دايابيتس ميلايتس. هذه انواع الدايابيتس. شنو هي الوقايه والتريتمنت؟